مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Back of the Net. الفيلم بيحكي عن كوري بيلي، طالبة مجتهدة دحيحة عايشة في لوس أنجلوس مع باباها ديفيد ومامتها ريبيكا. بتعشق حاجة اسمها العلوم وبتحلم تكون عالمة حفريات لما تكبر، ومش زينا بنستنى الصيف عشان نخرج ونتفسح ونسافر. في أجازتها الصيفية قررت تحضر فصل دراسي كامل على سفينة بحرية لعمليات البحث المتطورة، وكانت متحمسة جدا وأهلها كانوا مشجعينها لكن قلقانين عليها بما إنها أول مرة تبعد عنهم المدة دي كلها، وفضلوا يدوها نصايح كتير عشان تخلي بالها. وفعلا بتركب الطيارة وبتوصل مدينة نيو دلهي، ومن هناك هتاخد أتوبيس للميناء. أول ما بتنزل بتشوف بنت في سنها مستنية وبتعرف إنها مسافرة معاها، بتتشغل في القراية ولما بتبص حواليها مش بتلاقيها، فبتخرج بره بسرعة وبتلاقي أتوبيس مليان شباب، فبتدخل معاهم وبتسأل عن البنت اللي شافتها لكن ما لقيتهاش. واللي كوري ما تعرفوش إنها ركبت أتوبيس أكاديمية هارولد لكرة القدم. أول ما بتنزل بتسأل عن المينا والسفينة فين، ساعتها بتعرف إنها ركبت الأتوبيس الغلط، فبتقابل شاب اسمه أوليفر بيعرفها إن أكاديمية هارولد ليها فروع كتير لكن شعار واحد، عشان كده هي اتلخبطت. فبتتصل بالمسؤول عن برنامج علوم البحار عشان مش عاوزة تفوت البرنامج، لكن المديرة بتبلغها ان السفينة اتحركت بالفعل ومش هتقدر ترجع، لكن الخبر الجميل انهم هيسجلوها معاهم في برنامج كرة القدم. طبعا كوري بترفض ولا ليها في الكورة، بس عشان فرصها محدودة جدا ما قدامهاش حل تاني. بتروح تدخل اوضتها وبتقابل ثلاث بنات هتقعد معاهم، شارلوت البنت المنظمة، وآد الفاشونيستا، وجانيسا اللي بتحب ترقص في اي وقت مش مناسب. ومع الوقت بيعرفوا قصتها وازاي جت هنا، واتبسطت كوري لما عرفت انها هتاخد دروس علوم بجانب تدريبات الكورة. وبتقابل اوليفر وبيعرفها على صاحبه لويس، وتقريبا كده الناس كلهم عرفوا قصتها مع البحر وبيندهوا لها بعروسة البحر. وبتقابل بنت اسمها ايدي، واضح ان دي الشخصية المتنمرة الشريرة في الفيلم اللي عاوزة تسرق قلب البطل، بس البطل هتحط عليها. وقت التدريب كوري بتخاف جدا عشان ملهاش في الرياضة خالص، بس جانيسا بتشجعها عشان تجرب حاجة جديدة، فبتقول لها وماله نجرب، وبتجرب ويا ريتها ما جربت، وفشلت فشل ذريع، وده بس كان اول يوم في المخيم. وبعد ادائها المتميز انضمت لفريق اسوأ اللاعبين، ونصحوها تبعد عن ايدي عشان شايفه نفسها عليهم وهتبقى تمام ساعتها. وبالليل بعتت كوري لمامتها رساله بتترجاها تعمل اي حاجه وتخرجها من هنا. ولما بتدخل المعمل تعمل تجربه بخيار مخلل بتقابل اوليفر بيسالها بتعمل ايه هنا، فبتشرح له هي متحمسه جدا وبيكون معجب بذكائها واهتماماتها، بس بتدخل ايدي وبتسخر من اللي هي بتعمله وبتاخد اوليفر وبيخرجوا. فبيقول لها انت ليه حطها في دماغك كده؟ قالت له عشان هي غريبه جدا ومن غبائها جت هنا، وانت لازم تركز عشان فرصتك السنه دي في الفريق مش هتتعوض، وانت اكتر واحد محتاج المنحه دي. ووقت التدريب بتقضي كوري وقت لطيف مع زمايلها وبتبدا تستمتع بوقتها. بيشوفها اوليفر وهي بترقص بطريقه مضحكه وبتكون محرجه منه جدا، بيدعوهم كلهم ينزلوا معاهم البحر لكنها بترفض. قال لها ازاي بقى وانت عروسة البحر؟ فبتنزل معاهم وبيكون وقت جميل جدا. وبالليل بيتكلم اوليفر مع صاحبه ان هو واهله عندهم مشاكل ماديه كتير وزعلان انه مش معاهم عشان يساعد، وبتروح كوري تتكلم معاه بيهزروا وبيضحكوا وبتقول له انها بدات تتبسط هنا فعلا، لكن ايدي مش بتنزل عينها من عليها وبتحرجها عشان ما لهاش في الكوره، مع ان كوري ما عملتش حاجه بس هي دي طبيعه ايدي. سكتت كوري وفضلت مستحملة. وتاني يوم زي كل يوم أداء كوري بيكون سيء، ولما بتخلص بتلاقي إن إيدي واخدة شنطتها، فبتروح تطلبها منها وإيدي متعمدة بتوقعها في الطين. هنا بقى كوري بتقرر ما تستحملهاش تاني، فبتدوس جامد وبتغرقهم كلهم طين. وصحابها لما بيعرفوا بيكونوا خايفين عليها من إيدي عشان شريرة، وبيتوقعوا منها تنتقم من كوري، لكن كوري بتسخر منها ومش بتهتم. وفي الليلة دي بتتسحب إيدي مع لويس وبتاخد من الخيار المخلل اللي كوري بتستعمله في مشروعها. وتاني يوم لما بتدخل كوري بالمشروع إيدي بتخلي أوليفر يروح يكلمها، وهما مشغولين بتبدل الخيارة في المشروع باللي سرقتها. ولما بتقدم كوري مشروعها قدام الفصل المفروض إن الخيارة تنور بإشعاع، لكن للأسف المشروع ما بينجحش، ما بتبقاش عارفة حصل له إيه والمدرس بيحرجها، لكن بتعرف إن اللي عملت فيها كده هي إيدي. أوليفر بيكون زعلان عشانها، ولما بيروح يواسيها بيبان عليها إنها متضايقة منه، ولما بيسألها مالها بتقول له إنها مش فاهمة هو إزاي وإيدي صحاب، فبيقول لها إن هو وإيدي أصحاب من زمان جدا وهي مرت بظروف صعبة ومش دايما وحشة كده، ولما تعرفها أكتر هتحبها. ولما بيبدأ وقت التدريب المرة دي بيكون مختلف، بيتجمع كل الفرق الأساسية والاحتياطية، ولما بيجوا يتوزعوا أوليفر بيختار كوري معاه في الفريق، والكل بيستغرب حتى هي بتستغرب، لكن بتكون مبسوطة وبيكون واضح إن في كيميا ما بينهم. أما بالنسبة لإيدي فأكيد مش هتسيبها برغم إنهم في نفس الفريق، إلا إنها كانت بتحرجها وبتوقعها،
كوري اتضايقت وافتكرت ان اوليفر شريك ايدي في تصرفاتها. بيظهر نفسه انه لطيف لكن قاصد يتنمر عليها وعشان كده اختارها، وبيروح لويس يتكلم مع ايدي عشان مش فاهم هي ليه بتعمل كده مع كوري، فبتدعي انها بتعمل كده عشان تساعد اوليفر يركز لانها دايما بتشتت انتباهه، فبيطلب منها لويس ما تشركوش في خططها تاني حتى لو هتبوظ لها كل المشاريع الجايه. كوري بتكون محبطه جدا وجانيسا بتفضل تهزر معاها عشان تخرجها من المود. فجأة بيسمعوا هيصة عالية فبيعرفوا ان كيتلين فورد هتحضر يوم المسابقة الوطنية لكرة القدم، ودي تبقى اصغر بنت تشارك في بطولة العالم لكرة القدم. وقتها بتعدي ايدي وهي بتتمقطر قدام صحابها انها تعرف كيتلين فورد هي واهلها، وبتقول لها كوري تهدى بقى وتبطل تكبر، الكسبان الحقيقي هيبان في الملعب. قالت لها وانتي بقى اللي كسبانة، انا شفتك في الملعب ومش باين عليكي. فبتتحداها كوري انهم هيتقابلوا في الملعب وهتفاجئها. معرفش منين جابت الثقة دي، لكن ايدي سخرت منها وسابتها ومشيت، وقررت كوري انها تشارك في البطولة وتثبت لإيدي انها غلطانة. وراحوا قعدوا مع الكوتش سميث وقالت لها انها تقدر تغير الخطة ويكسبوا في البطولة، وبكده ما يقطعوش تمويل الفريق للسنة الجاية. وبتشرح لهم خطتها في اللعب اللي بنتها على ظاهرة علمية اسمها تأثير ماجنوس، اللي من الاخر كده هتساعدهم يتخيلوا اتجاه الضربة فيقدروا يحددوا الوقت المناسب لشوط الكورة في الجون. وطلبت من أدل تصمم لهم زي خاص بيهم افضل. جانيسا بتقول لهم ما تنسيش الفريق التاني معاهم ايدي، ازاي هنكسبها؟ قالت لها ما تقلقيش، زي ما علمتيني ازاي اشوط الكورة لأول مرة حياتي تقدري تساعدي باقي الفريق، ولو صدقنا في نفسنا هنقدر. بعدها اهلها بيتصلوا بيها وبيقولوا لها انهم لقوا طريقه لنقلها لمدرسه تانية، ومع ذلك كوري ما كانتش متحمسه زي الاول. وبالليل وهي لوحدها بتسمع ايدي بتكلم مامتها في التليفون، اللي بتكون متضايقه جدا عشان اهلها مش هيجوا يوم البطوله زي ما وعدوها، وان عمرهم ما فضوا نفسهم يوم واحد عشانها ولا اهتموا بيها ودايما في شغلهم بعيد عنها. بتتعاطف كوري معاها وبتحاول تواسيها، لكن ايدي بتنفجر فيها وبتقول لها انها فاشله وبتوقع فريقها وبتشتت اوليفر. وساعتها كوري بتبكي وبتبعت لاهلها عشان ياخدوها من هنا. ولما اوليفر بيتكلم معاها بخصوص خطتهم الجديده بيعرف انها مش هتنضم لهم وهتمشي، وبترفض تقول له السبب وبتسيبه. ولما اصحابها بيعرفوا بيكونوا متاكدين ان ايدي السبب، ولكن بيصمموا يغيروا رايها، فبيروحوا لها لابسين شكل خياره وبيقدموا لها عرض عشان يقولوا لها انها ادت لهم امل وساعدتهم ينوروا لاول مره، ومش هيقدروا يكملوا من غيرها ومحتاجينها. والاول مره في حياه كوري بيكون ليها اصدقاء حقيقيين. ساعتها بتوافق انها تفضل معاهم، وبيبداوا يتمرنوا على الخطه الجديده، وبيتحسن مستوى كوري في اللعب. وفي يوم المسابقه الوطنيه بيتفوق فريق كوري على فرق من مدارس مختلفه، وبيتاهلوا للمباراه النهائيه، وبيزداد اعجاب اوليفر بيها. بيخرجوا مع بعض يتمشوا وهو مبهور باداء فريقها وخطتها الذكيه، ولما بتشرحها له بيبقى مبسوط قوي من حماسها، ولما بيقرب منها يبصها بتبعد، حاسه انها مش واثقه فيه بسبب ايدي، لكنه بياكد لها انه معجب بيها مش بايدي. ولكن فضلت كوري انهم يركزوا في اللعب. تاني يوم بعد ما بيستعدوا وبينزلوا بترجع كوري تاخد ازازتها، فبتقفل ايدي عليها الباب وبتحبسها. بتتأخر عليهم ومش عارفين هي فين، ولو ما جاتش مش هتتأهل للعب معاهم. فبيروح اوليفر يدور عليها وبيلاقيها، بيحاول يفتح الباب بأي طريقة، وجانيسا بتعطل اللعب من خلال انهم يغنوا اغنية الفريق، واخيرا بيلاقي المفتاح وبيخرجها، ولما بتخرج بتبوسه وبتشكره. بتوصل وبيبدأوا اللعب، وكوري على دكة الاحتياط بتشجعهم، وبيكون الفريق المنافس هو فريق النخبة الأكاديمية هارولد. ولما نهاية الماتش بتقرب بيكونوا متعادلين. ساعتها بتتصاب جانيسا بالغلط وبتطلب من كوري تشوت مكانها، بترفض خايفة من الفشل، لكنهم بيشجعوها، هي السبب في وصولهم للمستوى ده، الوحيدة اللي صدقت فيهم وساعدتهم، فبتوافق كوري وبتنزل مكانها. بيلعبوا ضربات جزاء وبتكون الضربة الأخيرة لكوري، لو صابت هيكسبوا. كانت خايفة جدا لكن أخذت نفسها وصدقت في نفسها، حسبتها بطريقتها الفيزيائية وحددت مركز الهدف، وساعتها جابت جون في الدقيقة الأخيرة. وأخيرا فاز فريق الفشلة بلقب البطولة، وسلمتهم كيتلين الكاس، وإيدي كانت متغاظة جدا، ولما البطولة خلصت قابلتها إيدي وعلى العكس بركت لها. طبعا كوري ما كانتش مصدقه الكلمه خارجه من بقها، لكن ايدي قررت تهنيها فعلا بدل ما تهنها، وكمان طلبت منها تعلمها طريقتها في اللعب، وكوري وافقت. ولما سالتها كوري ليه كانت بتعملها كده، قالت لها انها كانت خايفه تخطف اوليفر منها وكانت غيرانه من اعجابه بيها، لكن كوري شجعتها وقالت لها كل يوم فرصه انك تكوني حاجه افضل من اليوم اللي قبله. اتأثرت ايدي واعتذرت لها عن اسلوبها، واخيرا بقوا صحاب، وبتقول لهم كوتش سميث انهم هينضموا لفريق النخبه السنه الجايه، وكانوا فرحانين جدا،
وقالت كوري لأهلها إنها مش عاوزة تنقل وفضلت تستمر في المدرسة دي. وفي النهاية بيتجمعوا كلهم وبيرقصوا مع بعض رقصة النصر. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.